مرحبا يا جارتي في الطاولة. ربما تغادر إذا تجاهلتها. ألست شخصا كثير الكلام ها؟ سأضع سماعاتي الأذن وبهذا لن نتمكن من سماعها. واو إنها تطير. يبدو أن سماعة أذن طائرة. مهلا أعود إلى هنا. انتبهي أمسكيها. فيو كان هذا جنونيا. كوني صريحة، هل هذا طبيعي؟ لا أعتقد ذلك. هذه أسوأ تجربة. أستطيع إصلاحها. سأمسحها على قميصي. صارت كما لو كانت جديدة. ويمكنني أن أجعلها أفضل. سأضيف ملصق باربي. وبعدها سأحتاج إلى قلم وردي. سأبدأ في تلوين الحافظة. سألونها بالكامل. ولكنني لن ألون الملصق. أنا على وشك الانتهاء. والآن سأقوم بإزالة الملصق. انظري إلى ذلك. آمل أن تعجبك. واو إنها مثالية. أوه هذا هو الرد الذي كنت أنتظره. هذا كل ما أردته على الإطلاق. مهلا، هل تريدين الاستماع؟ تفضلي. واو هل هذا صراخ؟ هذا صوتي. مرحبا بكم في حصة الفن. سنقوم بصنع تحف فنية. سيكون هذا ممتعا. لقد خططت لشيء مميز. شاهدوا ما لدي هنا. لقد رسمته بنفسي. أوه يبدو رسمه كأنه أنا. أنا عارضة أزياء. بالتأكيد. حسنا أريدكم أن ترسم شيئا مماثلا. أعتقد أنه من الأفضل أن أفعل ذلك. دعوني أفكر. حسنا أنا مستعدة. سيبدو هذا رائعا. واو هذا مثالي. هذا جيد جدا. لكنني سألون رسمتي. هذا أصعب مما كنت أظن. سأرمي هذه الورقة. لنبدأ من جديد. بثبات بثبات. بربكم لا أستطيع أن أصدق مدى صعوبة الأمر. هذا مزعج للغاية. ماذا فعلت؟ كان حديثا. سأمسحه. الأمور ليست على ما يرام. لقد أفسدت الرسم. أنا آسفة جدا. ما هذا؟ لقد اتسخت يدي. مهلا لدي فكرة. لقد صممت رسومات على قطعتين من الورق وبعدها سأرسمها على الورق المقوى. والآن سأخذ دائرة ومستطيلة من الورق المقوى. سأضع رأس وقالب باربي عليهما وسأغطيهما بالورق المقوى الوردي. هذا ما أردته بالضبط. وكأنه ختم طباعة. ما هذا؟ تريثي شاهدي هذا. سوف تحبينه. سأحتاج إلى هذه وسأغطيها بطلة ثم أمررها فوق الأختام. سأغطي الختم بطبقة جيدة وسأضغط به على الورق. سأفعل شيئا نفسه مع قالب باربي. سأتأكد من عدم ترك أي نقطة فارغة. سيأتي هذا بالغرض وبعدها سأنقل الختم إلى الورقة. لقد نجحت. ما رأيكم؟ هذا عمل ممتاز أليس كذلك؟ لقد عملت جاهدة لإتمامه. مهلا أعرف ما يجب القيام به. سأحتاج إلى قلم ذهبي. ما يزال بإمكاني إنقاذ رسمتي. سأرسم خطا حول حافة بقعة الطلاء وسأحددها بالكامل. سأخذ وقتي. أريد أن يكون العمل مثاليا. والآن المرحلة التالية. سألون الرأس بطلاء الأسود. سأبقى داخل الخطوط وسأصنع صورة ظلية. واو تبدو رائعة. تادا. أعرف الرسم مدهش. واو هذا هو رد الفعل الذي أنتظره. أوه لقد انتهيتما. تجاهلها، لوحتي هي الأفضل. عمل ممتاز. أنتما فنانتان رائعتان. عمل رائع. إنه معجب برسمي أكثر. أنا سعيدة جدا. لنجدد أحمر الشفاه. هذا اللون جميل وهو يناسبني حقا. أبدو جيدة. عندي أحمر شفاه أيضا لكنني أفضل الألوان الأكثر إثارة. هذا يدغدغ. مهلا ما هذا؟ القليل من رذاذ العطر. رائحته كمروج صيف. تعجبني أجود المنتجات. أحتاج للعثور على عطر. معطر الجو سيكون جيدا. أنا أيضا رائحتي جيدة. هذا يحرق الأنف. أتشو. إيو دفتري. أبعده عني. كان ذلك مقرفا. لماذا يجب أن نجلس بجانب بعضنا البعض؟ لقد كانت هدية. لحظة واحدة. أحتاج للنظر إلى زجاجة العطر. هذا يعطيني فكرة. نعم قد ينجح هذا. سيكون هذا رائعا. سأحتاج إلى ورقة وردية. سأبدأ في طيها وسأتأكد من محاذاة الحواف. والآن أحتاج قلما أسود. سأرسم مستطيلا طويلا ولكن حوافه ستكون مقوسة. وبهذا سأحصل على جرة وسأضيف ملصقات إلى الورق المقوى. أريد أن يكون جميلا وملونا. ثم تأتي مرحلة تفريغ الجرة. لكنني سأترك الغطاء في مكانه. سأحتاج كيسا بلاستيكيا بسحاب في هذا الجزء. سأفتح طرف الكيس وسأضع الشامبو داخله. أوشكت على الانتهاء. وبعدها سأضيف الجليتر. أريد أن يلمع هذا. أستطيع إغلاق الكيس الآن. سأطوي الجزء العلوي وسأخلط الشامبو والجليتر معا.
أوه، هذا يشعرني بالراحة. سأضعه داخل الورقة المقوى. أريد أن يغطي الجزء المفتوح. والآن سأثبته في مكانه. سأضع شريط لصق على كل ركن، وهذا سيبقيه آمناً. أحتاج قطعة من شريط اللصق المزدوج. سأزيل الغطاء عنها. وقد دبست مجموعة من الأوراق معنا. سأضعها على شريط اللصق المزدوج. ها هو دفتري الجديد. انظر إلى الجلتر وهو يتحرك في الداخل. أستطيع أن أشعر بذوبان التوتر في داخلي. أنا سعيدة جدا بهذا. ها؟ ماذا قلتي؟ واو، أنا لا أصدق ذلك. من أين حصلتي على ذلك؟ أريد دفترا رائعا أيضا. لا أستطيع السماح لأي شخص بالرؤية. سأحتاج إلى العمل بسرعة. ماذا تفعلين؟ ألقي نظرة على هذا. ما هذا؟ دفتري رائع للغاية. إنه طري واسفنجي. أنا لا أستطيع حتى النظر إليه. شكله يسبب لي القلق. لحسن الحظ أن دفتري سيهدئني. اليوم هو يوم مميز. يجب أن أبدو بأفضل ما ظهر. أنا أفعل هذا من أجلك. يخفق قلبي بسرعة عند رؤيتك. لا أريد الابتعاد عنك أبداً. أوه، يجب أن لا أنسى هذا. آمل أن تنال إعجاب غابي. ها؟ مرحباً جاسن. ها! ماذا تفعل؟ لا، بطاقة غابي. أوه، كان ذلك وشيكاً. أنا قادم. هل رأيتني؟ هل رأيتني؟ أوه، مشروب غازي. هذا ما أحتاج إليه. توقف عن إحداث الفوضى. فقاعات، كن حذراً. شعرت بالقلق لبرهة. بيب بيب. لا أليكس، ماذا فعلت؟ لقد دمرت البطاقة. أنت لقد تماديت كثيراً هذه المرة. أنا على وشك أن أقضي عليك. هيا نلون معاً يا جاسن. مهلاً، اليوم عيد ميلاد غابي وصنعت لها تلك البطاقة. إنها تستحق هدية جميلة، لكنك دمرت خططي. الفتيات مقززات. أخرج من هنا حالاً. كلا، أخرج أنت. أليكس، أنا لا أمزح. مهلاً، يمكنني حل هذه المشكلة. حان الوقت لإثارة دهشتك بمهاراتي الفنية. سأبدأ برسم قلب حب، ثم سأرسم دوامة في المنتصف. سأضيف بعض الخطوط وأحول القلب إلى وردة. هذه هي الأوراق. وأخيراً سأرسم الساق. سأرسم ورقة أخرى هنا. لقد انتهيت. من الأفضل أن أريها لجاسن. مهلاً، ضع الوسادة. لقد رسمت هذه لك. حسناً، لغابي. هذا ممتاز، أنت عبقري. لقد أنقذت الموقف. أنا بطل خارق. سأريها لغابي. عيد ميلاد سعيد. هل هذه لي؟ إنها جميلة يا جاسن، شكراً لك. وأنت تستحقين هذا يا غابي. حسناً، سأعترف. خرجت الأمور عن نطاق السيطرة. أنا آسف يا أزرق. تناولت ألذ شطيرة على الإطلاق. ليتك كنت معي يا بني. أنا متأكد أنها كانت لذيذة يا أبي، لكن لست في مزاج جيد للتحدث مع أي أحد. تبدو حزيناً. أعرف كيف أبهجك. لنلعب كرة السلة. توقف من فضلك، أنا حزين. ما هي مشكلتك؟ أنت تحب كرة السلة عادة. أعرف ما سيبهجك. ما رأيك أن... يا إلهي، لديك الكثير من الدمى. أنا قادم، امنحني لحظة واحدة. حتماً وحدة التحكم في مكان ما هنا. مهلاً؟ توقف أرجوك، أرى أن العالم كله أسود اللون. ما هذا؟ حسناً، لقد فهمت. أشعر بفراغ عاطفي كبير. أرني هذا، ربما يمكنني فعل شيء. أعتقد أنني وجدتها. سأضغط ببوبيت هذه على الطلاء. يجب أن يغطيها بالكامل ثم أرفعها. والآن سأضغط بها على ورقة بيضاء. لقد وضعت شريطاً لاصقاً على أطراف الورقة، ثم يمكنني رفعها. والآن سأوزع الألوان باستخدام الفرشاة. هذا أشبه بقوس قزح جميل بعد عاصفة. قد يبدو غير مرتب قليلاً، لكن لهذا السبب وضعت الشريط اللاصق على الورقة. وعند الانتهاء يمكنني رش القليل من الطلاء الأبيض فوق الرسمة، ثم سأغمس غطاء وعاء في طلاء أزرق وأضغط به على الورقة. ثم سأحتاج إلى طلاء أصفر. سأستخدم هذا لتلوين التاج. لكن لم أنتهي بعد. علي تلوين الوجه. سأبدأ بتلوين العينين، ثم يمكنني استخدام الطلاء الأسود لتلوين الجزء الداخلي. ورسمت الفم أيضاً. انظر إلى هذه يا جاستن، إنها لك. أبي؟ أين أنت؟ أنا بحاجة إلى بعض الهواء. إنها غلطتي. على أي حال، صنعت لك هذا. واو، هذا رائع. يبدو أزرق سعيداً جداً. وهكذا أتذكره. شكراً يا أبي. أردت فقط أن أجعلك تبتسم. تدهشني نفسي أحياناً. مرحباً، أنا مهتم بفنك. تدهشني نفسي أحياناً. أحب القطع الفريدة والمميزة، ومستعد لدفع الكثير من المال. الكثير بالفعل.
حقاً اللون الأخضر هو المفضل لدي، سأضع هذه في القمامة. إذن ماذا تريد أن أرسم لك؟ ماذا؟ أنت الفنان، أرسم شيئاً رائعاً فحسب. حسناً يا صاح، لنرى، لقد وجدتها. هل يمكنك أن تسرع؟ الوقت كالمال، أموالي. الأعمال المثالية بحاجة إلى صبر. سأضع القليل من الألوان هنا، ولقد انتهيت. تدا! نبات دوار الشمس، هذا ممل. ماذا لديك أيضاً؟ لتكن رسمة جميلة. لديك ذوق فني مميز. هي، أريد لوحة جميلة. بدأت أندم على هذا. أوبس، يجب أن أركز. لما أنا هنا؟ يمكن لطفل في المدرسة أن يرسم أجمل من هذه اللوحة. بعض الأطفال موهوبون حقاً، لكن ليس مثلي. كيف تجرؤ على هذا؟ عذراً، لا أجيد العمل تحت الضغط. يجب أن أذهب. مهلاً، امنحني فرصة واحدة. عذراً على ذلك. انتظر، لا تذهب. أعتقد أنه أتاني الإلهام. أعرف ما علي فعله. حتماً سيعجبك. سأضع القليل من الطلاء على اللوحة. أريد وضع نقاط صغيرة. كلما كان عدد الألوان أكبر، كانت اللوحة مفعمة بالحياة. سأضعها كلها على اللوحة، ثم سأحتاج إلى مسطرة. سأضعها في منتصف اللوحة وألفها. سوف تمسح الطلاء. سأواصل فعل هذا حتى أغطي اللوحة بالكامل. هو، انظروا إلى هذه الألوان، إنها مفعمة بالحياة. واو، إنها جميلة. سأتصل بك لاحقاً. انظر إلى لوحتي الجميلة، إنها جميلة، يجب أن أشتريها. كنت أعلم أنها ستنال إعجابك، وكأنني أفارق قطعة مني. أو ألم تنس شيئاً؟ كما تعلم، أنا لا أفعل هذا مجاناً. أو هذا صحيح، نسيت. تفضل أيها الرجل الطيب، تستحق هذا. أنا ثري، شكراً لك. أرجوك لا تتوقف. أنا مستعد لهذه الجولة. أحاول الإصغاء جيداً. أو انظرا إلى هذا، إنها فراشة. ماذا يحدث؟ آمل أن تكون هذه مصدر إلهام لكما. إنه تحديكما التالي. من أين أتت هذا؟ ابتعد، أنا رأيتها أولاً. سأخذ هذا أيضاً، يمكنك أخذ السلة. لدي فكرة، سأطوي الورقة إلى نصفين. أجل، هذا جيد، يبدو رائعاً. ماذا سأفعل بهذا؟ ها هي فراشتي، لكنني لم أنتهي بعد. سأضعها على بطاقة سوداء. سأحتاج الآن إلى أقلام تلوين. سأرسم حول الفراشة. سأرسم حتى حافة البطاقة. سأستخدم عدة ألوان. سأقسم البطاقة إلى أقسام. هذا ممتع جداً، ستكون بألوان زاهية. انتهيت تقريباً. أنا متحمسة لرؤية النتيجة، قد تكون واحدة من أفضل أعمالي حتى الآن. هذا هو الجزء الأخير. هكذا، يمكنني الآن إزالة الفراشة. يمكنها الطيران بعيداً. لقد ساعدتني كثيراً، انظروا إليها. هو، هذا رائع. ليس لدي فكرة عما أفعله. ما هذا؟ علي فعل هذا. سأكسر القليل منه وأوزعه بهذا الشكل. أمل أن ينجح هذا. لقد رسمت الخطوط العريضة للفراشة، والآن سأضع الألوان فوقها. سأبدأ باللون الأزرق الداكن، ثم أنتقل إلى لون أفتح. سأضع عدة طبقات. يجب أن تكون كل طبقة بدرجة لونية مختلفة. لن أتعجل. إن أخطأت سأدمر الرسمة كلها. هذا جيد، لكن أشعر أنني تحت ضغط كبير. يجب أن أفوز. سألون الجسم، ثم ألون الجناح الآخر. سأجرب شيئاً مختلفاً على الجانب الآخر. سأصنع شكلاً بسكين الرسم. حسناً، لقد انتهيت. لقد حاولت الابتكار، أمل أن تقدري ذلك. انظري، أحسنتي، لكن براين هو الفائز. أوه ياه، هذا ظلم. اهربي عن وجهي أيتها الفراشات. ما هذه الرائحة؟ إنها رائحة متنة. إنها قادمة من هناك وتصبح أقوى. أوه، أعتقد أنني عرفت. ما المشكلة؟ هذه رائحتي الطبيعية، إنها رائعة. لدي هذا الشيء، استخدمه وضع الكثير منه. حسناً، ستختفي رائحتك النتنة على الأقل. شكراً، إنها كأول ليلة التقينا فيها. كانت رائحتي نتنة حينها. كان ذلك رومانسياً جداً، أعطني قبلة. لن أرفض أبداً. أوه، هذا مقزز. ها؟ أوه، أهلاً عزيزتي. عذراً، ماذا سأفعل الآن؟ مهلا اللحظة، أعتقد أن لدي فكرة. أصغي إلي يا عزيزتي. ماذا تفعلان؟ هل فهمتي؟ لنبدأ العمل. أولاً سأزيل جزء مزيل العرق، هكذا. ثم أملأ العبوة بالطلاء. وأعيد الكرة الدوارة.
وعندما أضغط بها على الورقة سيخرج منها الطلاء وكأنها فرشاة طلاء، وهي رائعة في الفنون. انظر، تستحق أن تكون في إطار. كم هي جميلة، إنها نتاج جهد مشترك. واو، يمكننا تعليقها في غرفة المعيشة بدلا من صورة جدتك. كن مهذبا، إنه تعادل، نستحق ذلك، يستحق هذا قبلة سريعة. أشعر بنعاس شديد. هما، أمي كالعادة. سأغمض عيني. انظري، يمكنني لمس أنفي بلساني. أترين؟ يا لها من موهبة. هل يمكنك فعل هذا؟ أنا أراك. أوه عزيزي، يناسبك اللون الوردي. أشعر وكأنني شاب صغير، يمكنني الاعتياد على هذا. حسناً أبي، أخفض صوتك، سأنام قليلاً لترتاح بشرتي. ظننت أن هذا سينجح، بذلنا قصارى جهدنا. هو ماذا عن اللعب بدمى الظل؟ دمى الظل؟ مذهلة، أليس كذلك؟ لماذا لم تفعلي هذا منذ البداية؟ إنه مسل جداً. بدأ عرض دمى الظل، صحيح؟ أعتقد أن هذا ليس أمراً صعباً. هاو، لقد خطرت لي فكرة، سأبدأ بوضع يدي على الورقة ثم أرسم حولها، والآن سأضيف التفاصيل البسيطة كالعينين. إنه تنين، لكنه لم ينتهي بعد، يجب أن ألونه، ولن أنسى اللعب. انظري، هاو، ظننت أنه سينال إعجابك. سأجرب بعض فنون البالونات. إنه كلب. هاي، ابتعد أيها الكلب، أهرب. يا له من عرض رائع، كلاكما فايزان. انظر، رائع. أريد تصفيف شعري بشكل جميل. وجدتها، أمسكا. ماذا سنفعل بهذا؟ عرفت، يمكنني استخدام هذه الأقلام وواحدة من ربطات الشعر هذا. أعتقد أن هذا سينجح. سألف ربطة الشعر حول القلمين، يجب التأكد من ثباتهما، ثم أثبت القلم الثاني في النهاية الأخرى تماما كما أريد. سأضع قلما فوق رسمة الكاب كيك هذا ثم أتتبعها، وسيصنع القلم الثاني نسخة منها. انظروا، والآن سألونها. علي عدم تجاوز الخطوط، ستبدو رائعة. هكذا، لقد انتهيت، ما رأيك؟ هذه لي. ماذا يمكنني أن أفعل يا ترى؟ سأثبت هذين القلمين معا وأصنع منهما مقلاعا. خذي. منحدرا، كفى. أشعر بالدوار. تستحق هذا بعض الشاي. رمية جيدة يا أبي، الفائز واضح. رائع يا عزيزتي. أين أنا؟ أنت تحب المزاح كثيرا. أقلام التروين هذه جميلة، خذي يا أمي. رمية جيدة، أمسكت بها. هذا سهل جدا. ربما تحمست قليلا، لقد كسرت كلها. حظا موفقا. حسنا، لدي بعض الغراء، ستكون حرفة ناجحة، ستعود وكأنها جديدة. لنجرب. تظهر بأن هذا لم يحدث. لا بأس، لدي خطة بديلة، يمكنني استخدام هذا. أنت تمزح، أليس كذلك؟ لن ينجح هذا يا أبي. سأكسب شرف المحاولة على الأقل، هناك حل واحد فقط. عزيزي، ضع المطرقة، أعرف ما علي فعله. مهلا لحظة، لدي فكرة أفضل، سأنثر الطباشير هذا على رسمة الفراشة وأضع فوقها قطعة من البلاستيك، ثم أستخدم المطرقة. هذا نوع من الفنون، علينا أن نتحدث لاحقا، سأركز على رسمتي، ليست سيئة. لقد انتهيت أيضا، سأزيل النموذج، تبدو جميلة، ما رأيك؟
أم أن بطيختي قد أعجبتك؟ أوه، هذا صعب، لقد تعادلت معه. سأقبل به. أحسنت. مرحبا، ما الموجود هنا؟ يوم جديد تماما، 24 ساعة جديدة للأفكار المبدعة. أوه، أدوات جديدة. الوقت مبكر جدا لهذا. حسنا، ما الذي يحدث هنا؟ كيف حالك؟ هل تشعرين بالعطش؟ أوه، ورقة جديدة، يمكنك النجاح أيتها الصغيرة. أوه يا إلهي، قد أسقطتها. أوه ماديسان، هيا دعيني أساعدك، إنها تحتاج إلى المزيد من أشعة الشمس. هذا لا يصدق، أعطيني إياها. مهلاً، لا لا تتساقطي. يا الهول، ماذا؟ لكنها أوراق جديدة. ما الذي يحدث؟ يا ماديسان، شاهدي هذا. أترين؟ أوه فراشة. مهلاً، هذه الأوراق تبدو كالأجنحة نوعاً ما. راودني الإلهام، سأستخدم الأوراق لصنع فراشة. هل تملكون قلم تحديد أبيض؟ استخدموه لتلوين الأوراق، قد يستغرق هذا الجزء بعض الوقت، ولكن بمجرد الانتهاء منه استخدموا اللون الأزرق لرسم أنماط جديدة. ويمكننا استخدام اللون الوردي والأصفر أيضاً، سيبرز الأبيض بقية الألوان. استخدموا اللون الأسود لإضافة المزيد من الخطوط. واصلوا الرسم، يمكنكم إضافة المزيد من النقاط الصغيرة، إنها تزداد واقعية مع كل خطوة. انظروا إلى كل هذه الأنماط الممتعة، إنها رائعة، أليس كذلك؟ لقد أحببتها. مرحى، شاهدوا فراشتي، ألم تعجبكم؟ يشعرني هذا بالحزن. لا يهم، سأصنع شيئاً آخر، فراشة جديدة ومحسنة، وهذه المرة سأستخدم طريقة الألوان المائية. ها أنا سأضيف الألوان، يمكننا وضع الألوان مباشرة، لقد أعطانا تأثير انتشار لوني رائع، خاصة حين نضيف المزيد من الألوان. يمكنكم صنع نمط ألوان متدرجة، ألا يبدو جميلاً؟ مثل غروب الشمس، لونوا في المنتصف بالأسود ثم تتبعوا الهوائيين. ممتاز، والآن حددوا حدود الرسمة باللون الذهبي، سيبرز هذا الأجنحة بشكل أفضل وسيضيف القليل من اللمعان. يمكنكم أيضاً رسم نقاط به. استمتعوا بتجربة رسم خطوط بسمك مختلف. تدا، إنها جميلة، يا له من تطوير. هل أنا محقة؟ أوه شكراً على الإعجاب، تفضلي، إنها لك. أوه قوة الشمس، إنها ناعمة جداً. انظري، واو يا لها من ألوان كثيرة. مهلاً، هل سمعتي عن المشاركة؟ كم أنت مزاجية. حقاً، سنرى بشأن ذلك. كيف دخل الخفاش إلى هنا؟ خذ هذا، يا للهول، يا له من هدر. معذرة، سأتولى هذا، علي تسطيح الألوان قليلاً. أوه رائع جداً، يمكنكم حتى استخدام بطاقة ائتمان لتوزيع الألوان بتساو وتسطيحها. انظروا إلى كل هذه الخطوط الممتعة، يا لها من مصادفة سعيدة أخرى. هيا انقروا زر الإعجاب. أوه حقاً، أستطيع صنع شيء أجمل، ولكني أرغب في استخدام ألوان أكثر. جميع ألوان قوس المطر، وبمسحة واحدة من الماء وغمسة حذرة، حصلت على طريقة لصنع قوس مطر. هل أنتم مستعدون؟ ها نحن ذا، إنه مذهل، وها قد انتهيت. ما رأيكم؟ لقد أعجبتكم، أليس كذلك؟ أعتقد أنها تستحق أن توضع في إطار. حسناً، أظن أن هذه القطعة جائزة. لا أريد التباهي، لكن أظن أن هذه اللوحة تحفة فنية مميزة، سأضعها على الحامل. واو ما أجملها، أو فقاعات صابون، أحتاج إلى مكافأة نفسي. أجل، الكثير من الفقاعات، أنا أعشقها. مرحباً، لقد عدت. المعذرة، أوقعت اللوحة. أوه
إنها تحفتي الفنية، أفضل لوحة رسمتها. لحظة، فقاعات، لقد ألهمتني بفكرة رائعة. أحضرت عبوة بلاستيكية وسأقص جزءها العلوي. سأضع شبكة فوق الغطاء. الخطوة التالية هي سكب الصابون في حاوية زجاجية. هذه الكمية كافية. سأغمس الطرف الشبكي في الصابون. لقد علق الصابون على الشبكة. سأضيف بعض الطلاء. الطلاء الأزرق أولاً، ثم الأحمر والأصفر طبعاً. الألوان الأساسية الثلاثة. حان وقت نفخ الفقاعات. سأحرص على الاقتراب من اللوحة. سأفقع بعض الفقاعات الكبيرة. انتهيت، أظن أن لوحتي جاهزة. يا حفيدي، ما رأيك بهذه اللوحة؟ واه، كيف فعلت ذلك؟ لقد ألهمتني فقاعاتك وصنعتها لك. شكرا جزيلا يا جدي، لقد أعجبتني. الفقاعات عظيمة حقا. سأحاول مجددا، تبدو جيدة. أظن أنني انتهيت، سأقارنها بالأصل. أوه، النتيجة سيئة. هو سأتسلل خفية لأفاجئه، ستعجبه بالتأكيد. أوه، ما هذا؟ أوه، هذه رسمة سيئة، لابد أنه يواجه يوما عصيبا. أوه، هذه المصابيح جميلة وألهمتني بفكرة عظيمة. أحضرت هذا الإطار، سأفتح، ثم سأحضر هذه المصابيح الصغيرة وأوزعها داخل صندوق الإطار. وانتهيت، حان وقت إعادة الغطاء. واو، هذا رائع يا جدي. مصابيح في صندوق، ما المغزى منها؟ أو جدي، هيا دعني أريك. أحضر صورتك وضعها فوق الزجاج. أو فهمت. واو، انظر إليها تتوهج. فهمت قصدك، يمكنني نسخ الصورة بسهولة. يمكنك إعادة إنشاء الصورة. حسناً، حان وقت المحاولة مرة أخرى. سأتتبع الخطوط البارزة بفضل الضوء. واو، كل شيء يسير بشكل رائع. هذا سهل، بقيت اللمسات الأخيرة فقط. انتهيت، أظن أن هذا يكفي. لوحة فنية أخيراً، كل ما احتجته مجرد إطار وبعض المصابيح. العفو. يا لوحتي العزيزة، أنت رسمتي المفضلة في كل الأوقات. أو جدي، انتبه، لا توقع لوحة أخرى أرجوك. أنا جاد، ستكون كارثة حقيقية. ماذا لو اصطدم بها بالفعل؟ أو انظر، أو انظر، كم معطفي ملطخ بالطلاء. أو لوحتي، لا. أوه، يا له من كابوس، لن أتحمل حدوث ذلك. أوه، خطرت لي فكرة رائعة. المعذرة يا جدي، سأستعير مثبت الشعر. حصلت على مثبت الشعر وحان وقت العمل. سأضيف طبقة منه إلى لوحتي. يجب أن تغطي اللوحة بالكامل. انتهيت، بعد أن يجف ستصبح اللوحة محمية بطبقة واقية. انظر، الطلاء ثابت في مكانه. أوه، إنها آمنة من جدي. أوه، مهلاً، أنت محق، نجحت حيلتك. لا يوجد أي شيء على معطفي. أوه، من الجيد أنني أخذت احتياطي. لوحتي آمنة. رائع، أنبوب ورق تواليت آخر. تعال معي وأكمل برجي. أجل، قلعتي شبه جاهزة، إنها رائعة. يا جدي، هل أنت هنا؟ لا أستطيع العثور على نظارتي، لا يمكنني الرؤية بدونها. أنا أعمى حرفياً. توقف عن الرفرفة بذراعيك. لا، قلعتي الحصينة لقد انهارت، ذهب كل تعبي وجهدي سدى. اسمع، هذه نظارتك، خذها وانصرف. تبدو غاضباً، ماذا حدث؟ تحطمت كل أحلامي. يبدو حزيناً، مهلاً، يمكنني إصلاح ما أفسدته. أحضرت أنبوب ورق تواليت بحيث يصبح مسطحاً، ثم سأقصه إلى دوائر. ممتاز، هذا ما خططت له بالضبط. حان وقت الخطوة التالية، مسدس الغراء. سأضيف قطرة هنا على الطرف. ممتاز، أحتاج إلى حلقة أخرى.
سألصق هذا الطرف على الطرف الآخر. جيد، إنها تبدو بشكل مطلوب. سأواصل الآن وأضيف المزيد من الحلقات، وهكذا صنعت دائرة كاملة من الحلقات. سأضيف المزيد من الحلقات بين الحلقات الأولى، وانتهيت. حان وقت طلائها باللون الوردي. يا جدي، انظر ماذا صنعت لك. أنا أعرف مدى حبك للفن. ماذا؟ هل صنعتها من أنابيب ورق تواليت؟ أجل، وانظر، يمكنني تعليقها على الحائط كديكور. هكذا، ما رأيك بها؟ إنها رائعة، لقد أعجبتني. أظن أن هذه اللمسة ستكملها. يا جدي، ما رأيك برسمتي؟ إنها رائعة والألوان متناسقة. أوه، هذه الألوان سأحتاجها. ألن تحتاج إلى فرشاة؟ ما الذي تفعله هناك؟ وانتهيت من لوحتي، ما رأيك؟ إنها جيدة، لم أنتهي بعد. سأحضر هذا اللوح البلاستيكي وأمرره للأسفل. أوه، راقب تشكل الألوان. انظر إليها الآن وأخبرني برأيك. يا إلهي، إنها واو، إنها تحفة فنية يا جدي. أحسنت. حسناً، الشريط اللاصق جاهز. سأضع هذا الطرف هنا. حان وقت بدء الرسم. أوه، إنه أصعب مما ظننت. أحتاج هذا اللون الآن بدقة. يجب أن يظل الخط مستقيماً. هذه رسمة فظيعة. أو مهلاً، لدى جدي ذلك الشريط اللاصق. المعذرة، سأستعيره يا جدي. حسناً، أحضرت قطعة من الشريط اللاصق. سأضيف إليها أقلام التلوين، والآن سألف الشريط حتى تثبت في مكانها. ستعمل هذه الحيلة وسأحصل على نتيجة مثالية. الآن سأرسم قوس قزح أفضل. رائع، نجحت، أنا عبقري. واو، أحسنت. ماذا لو جربنا هذه الطريقة مع عدد أكبر من الأقلام؟ هذا العدد كبير، ما نوع قوس قزح الذي سنحصل عليه؟ هل أنت متأكد من أن هذا سيعمل؟ لا ضرر من التجربة. هيا بنا لنرى ما سنحصل عليه. من قال إن قوس قزحي على شكل قوس فقط؟ سأبدأ من هنا، ثم سأتجه للأعلى، ثم سأنتقل إلى الجانب الآخر. ثم سأعود من حيث بدأت. واو، انتهيت. ألقي نظرة على اللوحة الفنية. تبدو مثل طائر. واو، عرض خاص، لوحات فنية بأسعار مخفضة. يا للهول، كلا، شكرا. لا، رفض آخر. أوه، الشخص الغريب، النجدة، أنقذوني. إيه ده، ما الأمر؟ لا يريد أي أحد شراء أعمالي الفنية. يا جدي، ما الذي تفعله في حوية القمامة؟ ما الذي تخطط لفعله بهذه القمامة؟ ألا تزال لا تثق بي؟ حسناً، شاهد وتعلم. سأضع غطاء القدر على اللوحة، ثم سأبدأ برش البخاخ على اللوحة. هدفي هو تغطية كل اللوحة بما في ذلك الغطاء. ثم سأضيف بعض الطلاء الأبيض على الزاوية. سأملأ الفراغ بالكامل. حان الآن دور الكيس البلاستيكي. سأربط بالكيس على الطلاء الأبيض لإزالة البعض منه. هكذا، ثم سأنثر بعض قطرات الطلاء الأبيض. حان وقت إزالة الغطاء. وانتهيت، اللوحة جاهزة. ما رأيك؟ واو جدي، إنها تحفة فنية. لا أصدق مدى سهولة صنعها. خذ، يمكنك عرضها للبيع. أريد هذه اللوحة، سأدفع مبلغا كبيرا. أنا بحاجة إلى بعض الأفكار الملهمة، جعلني هذا أشعر بالجوع. أوه، وجدتها، أنا مستعد دائما. هل تمزح؟ ماذا؟ أريد تناول الطعام. أنت لا تفكر سوى في بطنك. افعلي شيئا يا أمي. حذرا يا عزيزتي، لن يطول هذا. تستغرق الأشياء المثالية وقتا طويلا. أشعر بملل شديد، هذا ليس عدلا. هل يمكنك أن تسرع؟ إما منزعجة. أعطني هذا.
استخدمي أرزك. لا، انظري ماذا فعلتي. سنتحدث عن هذا لاحقاً. الأرز في كل مكان. مهلاً، خطرت لي فكرة. سأضع بضع نقاط من ملون الطعام في كوب من الماء ثم أحرك، والآن سأضيف الأرز ثم أضع الغراء. سأضع الغراء على رسمتي. سأبدأ بمنطقة العشب ثم أضيف الأرز. سأرش الأرز فوق الغراء. يمكنني استخدام ألوان مختلفة من الأرز لإجراء رسمة مختلفة. والآن سأنفخ لإزالة الأرز الزائد. هاو، جميلة وكأنها تأكل. ما رأيك يا أما؟ ها؟ واو، تعجبني بشدة يا أمي. ماذا عنك يا أبي؟ ها؟ هل قلت شيئا يا أما؟ ملان، ماذا يحدث؟ هناك حل واحد. إنها الأشياء التي أفعلها من أجل أسرتي. يبدو أبي مضحكا. لم أنتهي بعد. أحتاج إلى ورقة. انظروا إلى هذا، لوحة لوجهي. إنها رائعة، لكن تفوز أمي بهذه الجولة. شكرا يا عزيزتي، لست بحاجة إلى تنظيف غرفتك الآن. هذا ممتع. ما هذا؟ هما، ضعي هذه الأغراض. لا لا، توقفي حالا يا فتاة. هل تستمعين إلي؟ بدأت ترتعش عينها بشكل غريب. هذه مشكلة. خذي الأمر بسهولة. جربي هذا. أعطيني إياها. أشعر بزوال التوتر. هذا أفضل. لقد أنقذتني يا عزيزي. مهلاً، أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا. سأبدأ برسم شجرة. لابد أنك تحبين الطبيعة. هذا القلم الأسود مثالي لرسم الأغصان والجذع. هذا جيد. والآن سأخذ مربعاً صغيراً من البلاستيك والفقاعات وأغمسه في الطلاء. سأخلط اللونين الوردي والأبيض ثم أضع المربع فوق الرسمة. سيوحي بمظهر الأوراق. يا لها من شجرة جميلة مزهرة. هل أحببتها يا إما؟ أوبس، كما أنا سخيفة. واو أمي، إنها مذهلة. هاي، ربما يمكنني استخدام هذه أيضاً. أعرف ما علي فعله. كيف أبدو؟ الأجمل طبعاً. أنا تحفة فنية. هل أنت جاد؟ رائع يا أبي. الفائزة هي أمي. مجدداً؟ واو، يا له من شرف كبير. حقاً، سأفجر هذه الفقاعات. ماذا سنرسم هذه المرة؟ ما هذا؟ أعتقد أنني رأيت باندا. وجدتها. رحبا بالموديل الجديد. إنه فرصتي لأتألق. أعني أنني سأرسم باندا جميل. أحتاج إلى قلم وطبق. مسطرة. يجب أن أكون حذراً. يونغ، أعتقد أنني حصلت على كل ما أريده. سأضع الطبق على الورقة وأرسم حوله. سيمنحني هذا دائرة مثالية. لست بحاجة إلى أي معدات باهظة الثمن. حسناً، ما التالي؟ سأحتاج المسطرة. سأرسم خطوطاً عبر الدائرة. سأفعل هذا نزولاً إلى الأسفل. ثم سأبدأ برسم خطوط عمودية صغيرة. يجب أن تكون الخطوط متباعدة بمسافات متساوية. إنه جدار. سأحتاج الآن إلى إضافة بعض التفاصيل. سأضع القليل من الحبر على الجزء العلوي والسفلي من كل خط. ثم سأحتاج إلى وعاء صغير. سأستخدمه لرسم شبه دائرة. ستكون هذه دب الباندا. سأمنحه وجهاً صغيراً وسعيداً. انظروا إلى هذه الابتسامة. يمكنني الآن رسم اليدين. ماذا ينقصني؟ الأذنين. هذه واحدة وهذه الأذن الأخرى. أعتقد أن الدب جائع، لهذا سأقدم له وجبة خفيفة. تحب دببة الباندا الخيزران. إذن سأرسم هنا شجرة خيزران. والآن سأحتاج إلى قلم أخضر. سألون به النبتة والشجرة. سأمنح الدب وجنتين محمرتين. هذا مذهل. هل يعجبك هذا؟ إنها رائعة. لا يمكنني منافسة هذه الرسمة. ورقتي مجعدة. ربما يمكنني استخدامها. سأطوي الورقة. سأحتاج إلى رسم صندوق على الورقة. سأرسمه فوق الطاية. سأنتقل الآن إلى الجانب الآخر. هذا هو الجزء العلوي من الصندوق. سأرسم خطين عموديين في المنتصف. والآن سأرسم الفيونكة. يجب أن تكون جميلة المظهر. ثم سألون الرسمة. ستكون مفاجأة لطيفة. سألون الشريط وألون الصندوق باللون الأحمر. يجب ألا أتجاوز الخطوط. والآن سأفتح الورقة. حان وقت رسم الباندا. سأرسم ثلاث دوائر. سأرسم مجموعة من الدببة.
سأستخدم اللون الأسود للأذنين، ثم أرسم العينين. سأكرر الشيء ذاته ببقية الدوائر، ثم أنتقل إلى أجسامها. سألونها باللون الأسود، تبدو لطيفة جداً. سأضع فوقها قلوب حب، وبالطبع يجب أن تكون حمراء. هكذا، لقد انتهيت. انظري إلى هذا، ما رأيك؟ لقد بذلت قصارى جهدي، أرجوك اختاريني. براين هو الفائز في هذه الجولة، هل سمعت ذلك؟ هو ستكون أمي فخورة بي. المدرسة ليست هينة أبداً، خاصة عندما لا تعرف ما يحدث حولك. حسناً يا طلاب، من يريد حل هذه المعادلة؟ لا تقتلني. حسناً، نينا. يا ليتني ركزت على الشرح. أبهرينا بذكائك. حسناً، أكره النسب المئوية، لكن لدي حيلة بسيطة. سأضرب الاثنان في ثمانية. 5 ضرب 3 = 15، وآخر جزئية 63. لا تتحقق من الإجابات، إنها صحيحة. هل هذا سحر؟ تظن نفسها ذكية. هل يمكنني العودة لمقعدي؟ أظن أنكما درستما للامتحان، أعمل ذلك. صعبا. تحدثي عن نفسك يا نينا، ما الذي تحاولين فعله؟ يا لها من بخيلة، أنا مضطرة للاعتماد على نفسي، لا أعرف إجابة أي سؤال. من المتصل؟ إياكم أن تتزحزحوا، مفهوم؟ عظيم، إنه يغادر الصف، حان وقت الغش. لا أصدق أنه تركنا بلا مراقبة. من حسن حظي أني أرتدي تنورة اليوم، يمكن إزالة هذا الحبر بالصابون. هذا يكفي. أتمنى لو أحضرت معي سترة، تنورتي قصيرة جداً. ماذا سأفعل؟ وجدتها. سأستخدم القليل من المكياج، نفس لون جلدي، لكني لا أزال بحاجة لرؤية الإجابات. سأعود لحل الاختبار، حيلة ذكية. وأنا أحبك يا أمي. لا يشك بأي شيء، سأحصل على امتياز بالتأكيد. لا يمكن لأي أحد سواي رؤيتها. ما حاجتي للدراسة بوجود الغش، انتهيت. كان ذلك سريعاً يا نينا. تغير الطلاب كثيراً بعد ظهور الهواتف الذكية، والأساتذة هم الضحايا. أجل، حان وقت مصادرة الهواتف. يجب أن أخفي هاتفي. هل تدرسان أنتما الاثنتان؟ أوف، أنا على وشك الفوز. أكره هذه المدرسة، كما لو أني أريد القراءة عن التمثيل الضوئي. إن أردت استخدام هاتفك فيجب عليك إخفاؤه بطريقة ماكرة. الحل أمامي مباشرة. ضع هاتفك بالمقلوب واستخدم الغراء الساخن لعمل خط طين ممتد للأسفل، ثم ألصق قلم تلوين خشبي. ممتاز، كرر العملية مع عدة أقلام تلوين. تبدو رائعة، صحيح؟ عندما ألتقط صوراً لهاتف الآن لن يشك بي الأستاذ، إنها أقلام تلوين فحسب. يا له من مغفل، هذه الحيلة عبقرية جداً. ما أجمل صباح الاختبار. توقفي، هل الإجابات مخبأة في الدفتر؟ أوف، كيف كشفني؟ وداعاً أيتها الإجابات العزيزة. كم مرة علي أن أخبرك؟ استمتعي، هؤلاء الطلبة لا يتعلمون أبداً. صباح الخير. دفتري؟ لا يوجد شيء بداخله.
أحسنتِ يا لالي، ابدأي اختباركِ. أنا ضائعة بدون أوراق الغش. كل شيء جيد حتى الآن. يبدو أن الأستاذ لم ينظر جيدا لأنه لم يكشف ورقة الغش هذا. ماذا؟ متى لم تخطر لي هذه الفكرة؟ مسطرتي عديمة الفائدة. لالي بنت، هل يمكنني رؤيتها؟ ما عليك سوى رفع الغطاء. ستحتاجين إلى مسطرتين لهذه الحيلة. أحضر ورقة الغش وضع شريطا لاصقا مزدوج الغش. أزل الغلاف عنه حتى يلتصق على المسطرة. تأكد من أن منتصف الورقة يطابق منتصف المسطرتين. شكراً. انتهيت يا أستاذ. هذا الواجب صعب، لكني تمكنت من حله. أنا فخورة بنفسي. سأضع الورقة في هذا الملف حتى تظل سليمة. سأضع الملف في حقيبتي الآن. أنا متحمسة لتسليم هذا الواجب. تحفتي الفنية. يا لها من بلهاء. يا للهول ورقتي، هذه ثانية كبيرة. إنها تبكي، هل تصدقين ذلك؟ من يبكي هكذا؟ ستساعدك هذه الأداة. شكراً. مهلاً، ما الذي سأفعله بها؟ فهمت. استخدم مكواة فرد الشعر لتسوية الثنيات على الورقة. ترى، حلت المشكلة. تبدو مرتبة. نينا، أين ذلك الكتاب؟ لا يمكن أن يكون سيئا جدا. أشعر بالملل. من المتصل؟ ألو، هل أنهيت الكتاب؟ وأنا أيضا أفضل فعل أي شيء آخر مثل مشاهدة فيلم أو أحب هذه الأغنية. مت أيها الروبوت. هيا، بقيت نقطتان فقط. يا إلهي، ما الوقت الآن؟ ماذا؟ إنها الثامنة تقريبا. هذا القلم رائع. هل تأخرت؟ أهلا، هل فاتني الكثير؟ أعلم أنكم تتساءلون عن الذرة. رغم أني قادرة على البقاء مستيقظة. نينا، نينا، قلت نينا، استيقظي، اصحي. أوف، أنا مراقة. يجب أن أبدو مستيقظة. ستنقذني هذه النظارة. لصنعها ستحتاج إلى صورة لوجهك. ستحتاج العينين فقط. هل أبدو صاحية؟ لكن إن أضفت الكبريت للخليط؟ أي سؤال عن الدرس؟ يا إلهي، إنها نائمة. يبدو أني مضطر لإيقاظها. أنا قادم. أو لا، نينا، هل أنت نائمة؟ يجب أن تستيقظي. مرحبا، استيقظي. صباح الخير. إنها في موقف لا تحسد علي. هل ستستخدم أي من الحيل المدرسية في هذا الفيديو؟ ورقة الغش في المسطرة فكرة عبقرية. لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيدوا من هذه الحيل المدرسية أيضا. هل شاهدت هذين المقطعين؟ ماذا تنتظر؟ اشترك في قناتنا لتشاهد المزيد من الحيل الذكية.